club.com. عودة لمتابعة أخبارنا. رجعت نانسي عجرم إلى لبنان سعيدة بالجائزة اللي استلمتها يوم الأحد بمونتي كارلو. استقبلناها وشاركناها فرحتها بالصوت والصورة من المطار. منتبع نانسي عجرم. نانسي عجرم نانسي. كيف توصف الأجواء العالمية لكل عم يتابعنا اليوم عبر روتانا؟ شيء حلو أنه بعد تعب واحد يلاقي مسرح هيك. حسيت حالي كأنه أول مرة بطلع بغني بحياتي، لأنه مسرح هيك يعني غير المسارح اللي نحن بنطلع عليها، أو يمكن لأنه كنت أنا خيفانة أو ملبكة شوي وعندي هيك قلق أنه كيف بدي أقدم الأغنية وهيك، يعني كنت عم فكر بكل شيء. كان شيء كتير حلو، يعني تجربة حلوة. كيف خليتي كل الموجودين اللي ما بيفهموا اللهجة العربية يفهموك ويتفاعلوا معك على المسرح؟ إحساسي هو اللي بخليهم يفهموا أنا شو عم غني. يعني دايما أنه في ناس بيروحوا بيحضروا أوبرا وبيطلعوا عم يبكوا من السال، تفاعلوا معي كلهم يعني، وزقفوا لي وهيصوا معي وكل شيء. من الفنانات اللي بحبهم كتير أخذوا جوائز ماريا كاري، بيانسي، قدي حلو أني كنت موجودين مع بعض بهالحفلة. كتير حلو أنه شفتهم، لأنه نجوم يعني كنت أحلم أنه شوفهم فيس تو فيس، كنت شوفهم بس على التي في وقول أنه إف هني شيء هني أنه كيف حدا هيك بيشوفهم ويخلوا حدا يشوفهم، هني كتير داون تو إيرث يعني وحلوين كتير، يعني فيس تو فيس كتير حلوين. أكيد كانوا بيعرفوك. لا ما بعتقد. هلا عرفوك؟ هلا عرفوني يعني هيك، يعني نحنا بعد نحنا ما وصلنا لهم. فأنا كانوا يسألوني دايما شو طموحك، مش طموحك تصيري فنانة عالمية؟ كنت قلهم لا، أنا أحلى طموح عندي وأكبر طموح هو أنه كون نجمة عربية محبوبة، لأنه الشعب العربي بيكفيني. بس إجت هيدي الجايزة ما قلت لا، يعني ممكن أنه تخولني لما جالت أنه أوصل يمكن أمسك بطرف الخيط يعني لصوب العالمية. مين لبس نانسي؟ شو الفستان لبسته؟ شو ماركته مثلا؟ سألوني كلهم هيدا السؤال، بس هو يعني فستان من دولتشي جابانا، منه يعني منه ديزاينر لبناني عنا. خبرينا شو قالوا عن الجمال اللبناني لما شافوا الحلوة اللي عينيها زرق وصوتها حلو على المسرح هناك. حبوني كتير يعني هونيك، حسيت انه المصورين عم بعتوا لي باسمي كلهم وهن اجانب، يعني كلهم عم بيقولوا لي على الريد كاربت، كلهم عم بيقولوا لي نانسي لوك هير لوك، ما يعني هيك انه حلو، يعني انبسطت بحالي شوي. قدي حلو كمان هلا انضم اسمك للتاريخ الى جانب النجوم العرب اللي سبقوكي واخذوا الجائزه، لطيفه، سميره سعيد، عمرو دياب، اليسا، كل يلي اخذوها بيستاهلوها. وانا بعتقد انه لو في اكثر من جائزه كان مش بس نانسي عجرم لازم تاخذها. بونسوار موناكو. مساء الخير موناكو. جود ايفنينغ ايفريبادي. سو 2008 was fantastic for me. 2008 كانت سنة رائعة بالنسبة لي. A successful album. ألبوم ناجح. My wedding. زواجي. And now this club.com. The World Music Award. So what can I ask for more? Thanks. I would like to thank my parents for their full support and my agent Gigi Ramara for his patience. تشكر and a million والدها ووالدتها، وبتشكر مدير اعمالها جيجي لامارا. My fans and to all the people who participated. شكر خاص جدا لكل معجبينها وجمهورها. Part of the success. ساهموا بشكل كبير في نجاحها. And last, but not least, to my other half Fadi, I love you so much. بنتمنى هالجائزة تكون من نصيب اكبر عدد ممكن من نجوم الفن العربي. كان معكم عماد هواري وعودي سوا للاستوديو. club.com